معايا على تليفون النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب. سيادة النائب، كنت حاضر حضرتك امبارح ما حدث في استاد ياوندي، قول لنا كده الكواليس. لا، خلينا بس نبارك للشعب المصري بالشكل المحترم اللي ظهر بيه المنتخب، ونشكر كل لعيبة المنتخب والجهاز الإداري رجالة وأبطال طبعا مشرفين، وجمعوا الشعب المصري على فعلا تقديرهم، ويكفي يعني شكر القيادة السياسية. الرئيس يمكن بمجرد انتهاء المباراة كان في البيان المحترم من الأستاذ الرئيس. يعني أعتقد إن احنا من فترة ما شفناش هذا الالتفاف وهذا الأداء من المنتخب. كان طبعا يعني مروا بمرحلة صعبة جدا، 4 مباريات بيلعبوا 120 دقيقة، لكن بصراحة يعني ظهر المعدن المصري الأصيل من اللعيبة دول. يمكن احنا يعني نزلنا بعد المباراة مباشرة يعني في غرفة خلع الملابس مع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والوزير بصراحة يعني كان قال لهم كلمة تحفيزية وكلمة شكر، لأن طبعا يعني أكيد زي الشعب المصري كله مزعل بعد النتيجة، لكن هم كانوا في حالة حزن طبعا، وكانوا قريبين من تحقيق الحلم بتاع الشعب المصري حصول على البطولة التامة. لكن طبعا دي ضربات جزاء، يعني مش هنقدر نقول ان هم عملوا اللي عليهم بس، وقضى الله ما شاء فعل، ومنتظرين ان شاء الله التعويض في المباريات الفاصلة للتأهل المونديال مع السنغال برضو. وان شاء الله انا متفائل، يعني ان شاء الله ان احنا يعني نكسب المباراتين ونصعد للمونديال على حساب السنغال. برضو كان مشوار صعب، يعني 480 دقيقة بيلعبوا في 12 يوم، يعني مفيش أي فرقة في هذا أو في هذه البطولة لعبت هذا الكم من الدقايق، وقت كبير جدا يعني. شوفي، وقت كبير جدا ومجهود، وطبعا وملاعب صعبة وعصبي، وطبعا الجمهور الالتفاف الجمهور حوالين المنتخب طبعا بيمثل عبء نفسي عليهم طبعا، لكن هم أدوا في المباراة الأخيرة أداء جيد جدا. وخلينا نقول نشكر يعني بصراحة الجمهور المصري، يعني سواء اللي كان متابع لكل الأحداث من مصر أو اللي سافر، واللي سافر ده يعني عانى كتير جدا، يعني بيقعد 24 ساعة عشان يتفرج على ماتش ويرجع مصر تاني ويقازر المنتخب. فعلا شكل مشرف وده حقيقة. قلوب المصريين في العالم كله كانت ملتفة حوالين المنتخب بتاعنا. احنا امبارح عملنا جولة كده أوروبية عربية ما بين أكتر من مدينة أوروبية ومدينة عربية، وشفنا الجاليات المصرية هناك على الهوا كده وهم قاعدين بيتابعوا الماتش، وكنا بنتكلم معهم في لحظات صعبة. بفتكر مثلا اللحظة اللي جه بينالتي علينا وكان ماني يعني هيشوط، ووقتها كان معانا من ألمانيا، كان معانا الجالية المصرية في ألمانيا. لو تشوف الدنيا كان أنفاسهم يعني مش محبوسة، مش قادرين يتنفسوا، مش قادرين يتكلموا، يعني لغاية ما الحمد لله أبو جبل صدها بدأوا يقدروا يتكلموا معانا. بص، الجاليات المصرية في الخارج دول يعني لازم نحطهم في برواز من ذهب، لأن دول فعلا خط الدفاع الأول عن مصر، وما فيش اي حدث بيحصل في مصر الا ما بتلاقيهم هم في الصداره. وناس يعني يمكن انا تعاشت معاهم في فترات الانتخابات، سواء انتخابات رئاسيه او دستور، لا فعلا يعني بشعر ان احنا بنمتلك كنز في الخارج غير عادي من هؤلاء المصريين اللي بيعشقوا بلدهم. لكن خليني اقول لك كمان ان في المباراه والمنتخب استطاع كمان يعني يلم شمل الدول العربيه حول مصر وحول المنتخب المصري. احنا شايفين كمان المواطنين من الدول العربيه سواء الجزائر، حتى كانوا بيلعبونا الجزائر المغرب، وقد ايه كانوا بيساندوا المنتخب المصري، ودي احنا بصراحه افتقدناها، ما كانتش موجوده في سنوات طويله. صحيح لكن صحيح، افتقدناها بشكل غير عادي المره ديت، وفرحتهم لما انتصرنا وفرحتهم لما وصلنا النهائي، ومعظمهم حتى كان معانا في الملعب بعض المشجعين من الجاليات العربيه في الكاميرون. شيء مشرف جدا، بنشكر طبعا المنتخب عليه. وخلاص، قابلتوا اللعيبه؟ حضرتك شفت حد من اللعيبه بعد المباراه امبارح؟ ايه اللي حصل؟ مباشره انا احكي لي كده يعني الكواليس. الدكتور اشرف صبحي طبعا اصر يعني بعد المباراه مباشره انه يعني يؤازر اللعيبه، يمكن
يدعمهم معنويا بعد يمكن اللي حصل يعني الهزيمه اللي حصلت. يمكن كنت موجود انا ورئيس اتحاد الكوره دكتور اشرف صبح حضير الشباب، كان قال كلمه للعيبه وطلب من محمد صلاح طبعا ان هو يتكلم عشان يسمع ويسمع اللعيبه ان احنا ده مش نهايه المطاف. في بعض قال ايه محمد صلاح؟ محمد صلاح طبعا شكر اللعيبه وقال طبعا اللعيبه تعرضت لاجهاد بدني ونفسي فتره كبيره جدا، بلعبوا 4 ماتشات 120 دقيقه، عملوا اللي عليهم، لكن في النهايه الحظ ما يعني ما اسعفهمش في الضربات الاخيره، ولا يعني وارد جدا في كل المنتخبات العالم. زي ما احنا برضو احنا فزنا بمباراتين بضربات جزاء، فكان ده وارد، ما اثروش، عملوا اللي عليهم، شكرهم وقال احنا لازم ناخد تاني يعني او يعني ناخد حقنا بقى في الماتشين المؤهلين للمونديال. وكان كلمات مهمه جدا لازم تتقال قدام اللعيبه، والوزير بصراحه برضو قال كلمه مهمه جدا واشار لبرقيه السيد الرئيس في بعد انتهاء المباراه، وقال كل كافه الاوجه التحفيز اللي كانت مقرره هتتم لان هم ادوا اللي عليهم. وكان مهم جدا اللقاء دوت بعد المباراه مباشره، عاد ثقة للفريق في فترة زي دي، فترة مهمة زي دي مهمة جدا. الحزن موجود لكن مش هيوقف مسيرة المنتخب، واحنا مش هنقدر على القادم يعني بسبب مباراة. وارد جدا الخسارة بنسبة 50% والفوز بنسبة 50% في ضربات الجزاء الترجيحية. كيروش اتكلم معاهم؟ شفت كان موجود طبعا، كان موجود طبعا، لانه طبعا هو ما كانش قادر يتكلم معاهم، يعني ما كانش موجود معاهم في الملعب، كان بيتفرج زيه زي الجمهور يعني. يعني هو كان يمكن بالمصادفه كنا قاعدين مع جنب بعض يعني في المقصوره يعني بالنسبه يعني الراجل كل كنت قاعد جنب كيروش في المقصوره. في المقصوره كان عامل ازاي؟ احنا شفنا طبعا امبارح كان مخرج المباراه كان حريص انه يجيب عليه الكاميرا من وقت للتاني، وشفت طبعا عينيه كانت عامله ازاي، يعني انا طبعا كان واضح عليه، بس انت كنت قاعد جنبه، يعني ايه اللي حصل؟ لا طبعا هو كان كل ثانيه بتواصل يعني او يعني كانه موجود في الملعب. طبعا ابتعاده عن خط الـ يعني الملعب كان برضه مؤثر جدا، كان مفترض يعني اعتقد ان هو لو كان موجود في الملعب بيوجه في الملعب كان وضعه يبقى طبعا انه المدير الفني مش موجود طبعا في الملعب، كل لحظه كان بيتابع بيتكلم في تعديلات وبيحفز بيتواصل مع الجهاز، يعني يمكن يعني كان كانه احد اللاعبين او كانه موجود في وسط الجهاز. يعني طبعا في بعض اللحظات كان زعلان جدا من بعض الاخطاء التحكيميه اللي كانت موجوده، يعني بينفعل امبارح اخطاء تحكيميه امبارح يعني كان كيروش زعلان من بعض القرارات التحكيميه يعني امبارح واعتبرها اخطاء، كان شايف ان في بعض يعني المخالفات تستحق انذار بالنسبه من لاعبي السنغال، يعني يمكن فكان منفعل جدا برضه. يعني ما حسينا خلاص هو خلاص اندمج مع المنتخب واندمج مع المصريين، ويعني اعتقد ان هو بيدرب دلوقتي بشعور المدرب المصري. اشكرك شكرا جزيلا النائب محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب. طيب.